الفسيخ هي بقى بصوا جت كده معايا النهارده اكل فسيخ، وجيت بقى اكل فسيخ عند ست الحبايب. ازيك يا ست الحبايب؟ ازيك يا قلبي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. جبت لك بقى فسيخ، ما تقوليش ضغط بقى ومش ضغط. ابعدي عني بالفسيخ. لا هندوق النهارده. لا 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 بصوا لا. بقى، كل الناس عامله قلبان بقى، والسوشيال ميديا كلها مقلوبه على ايه، فسيخ ممكة ومش ممكة. لا النهارده بقى ما فيش ممكات، ماشي؟ النهارده بقى احنا بنشجع الناس اللي حوالينا. النهارده بقى من القلعه جايبين فسيخ من القلعه. منين يا جيجي؟ ماشي، ماما بتدلعها من عند سحر. تمام، سحر دي جنبينا هنا اهو، عامله مشروع كده صغير من البيت. بصراحه اسعارها كمان كانت كويسه جدا يا جماعه. اول حاجه قبل ما نقول اي حاجه هنفتح مع بعض، انا لسه اهو طالبه. ماما اديني والنبي اديني مقص ولا اديني حاجه. شوف بصوا يا جماعه، ادي الفسيخ بتاعها زي ما انتم شايفين كده اهو، هنفتحه بس من جوه ونشوفه. انا طلبت فسيختين بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وجبت برضو ايه سردين اهو. بصوا السردين بتاعها عامل ازاي، وعندها رجة وعندها البسارية. بصوا انا قلت لها هاتي لي علبة بسارية بس كده صغيرة. الرنجة بقى انا قلت لها ايه، اعملي لي طبق كده رنجة سلطة. هي بتعمل سلطة رنجة وبتخلي لك الفسيخ لو انت عايزاه مخلي. بصوا سلطة الرنجة بتاعتها، والاسعار كمان مميزة قوي، هقول لكم على الاسعار. وبتعمل حاجة في البيت. اديني سكينة، هاتي سكينة، هاتي سكينة. طب نقفل قبل ما نجيب مقص. تعالوا بقى كده اهو نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا هي حاجتها حلوه، اللهم صل على النبي وشجعوا يا جماعه. بصوا انا اقول لكم على حاجه، انا اقول بامانه ربنا تمام، عشان ايه؟ عشان الا اللقمه. بصوا اللهم صل على النبي يا جماعه، ادي تحليلها صلاه النبي احسن. بصوا زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا تعالوا بقى توصل لحد البيت كمان. اللهم صل على النبي، تسلم ايديه. مظبوط قوي 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 قوي، ودلع مش حادق. دوقي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه، بصوا مزبط ازاي، مش بصوا ومفيش ريحه والله. بصوا ريحته زي الفل، تسلم ايديها ويعينها ويقويها. بصوا شجعوا يا جماعه، شجعوا. ده كده بالنسبه للفسيخ. طب سعر بقى الفسيخ معانا ده كام؟ وجرب. بصوا يا جماعه، سعر الفسيخ بره في اي حته ماشي ب 380 جنيه و350 جنيه الوسط. طيب هي عامله عليه سعر حلو قوي، هي عامله عليه يا جماعه الكميه طبعا اللي عندها محدوده، وهتبقى عامله لنا السعر ده لمتابعين جيجي، هيبقى الكيلو ب 260 جنيه. ايوه 260 جنيه. الفسيخ العسل مفيش ريحه، والله العظيم ما في ريحه، حلو جدا. وجربوا. عايزه اقول لك ريحه الفسيخ بتقلب الدنيا. لا انت شامه ريحه بامانه ربنا. انا عايزاهم بس يجربوا حتى منها كيلو حتى ويشوفوا. بصوا يا جماعه ده بقى السردين اهو، وهي بتجيب الحاجه بلدي بلدي، بتقعد تعملها بايديها. الله بصوا السردين من جوه عامل ازاي، وهي عندها خبره في الموضوع ده. بصوا اهو، بصي يا ماما دوقي كده برضو. وشجعوا يا جماعه الناس اللي بتشتغل دي، ده السردين دي ما عندهاش مكان، دي في البيت. بصوا اهو صدق احلى من جميل جميل جميل، دايما السردين احلى من رنجه. دايما السردين، السردين دايما بيبقى مملح. لا ده مش مملح، هي عامله بتقول لك الملح عشان بتوع الضغط، الملح مظبوط الملح القليل. طيب احنا بقى ايه، ناخد بقى العيش وتعمل السلطه اللي هي اسمها ايه، مسمينها انتوا ايه؟ سلطه الرنجه. ايه القنبله دي؟ سلطه الرنجه اهي. ولو عايزه الفسيخ مخلي بتخلوه لهم. اللهم صل على النبي، تسلم ايديه. الرنجه بتاعتها حلوه قوي. دوقي دوقي بس دوقي عشان تبقى. بصوا ست الحبايب قالت حق ربنا. لا والله بصوا، لا والملوحه ايه، هدوقها برضه. صل على النبي اهي، دي اللي هي البسارية. خلي لها بايديها ومنضفاها ومخليها. بصي انت فاتحه حتى مفيش ريح. ايوه كل البصل. تسلم ايديك يا سحر، ويقويك يا بنتي ويرزقك يا رب. يا جماعه شجعوا يا جماعه، حلوه قوي قوي قوي. انا باشا شهاده حق اهي، وجربوا وانت هتقولوا شهادتي كمان. هحط لكم رقم التليفون، هحط لكم على الشاشه يا جماعه. بتوصل لحد البيوت، بتوصل لاي حته في القاهره بامانه ربنا. خشوا قولوا شجعوها عشان هي بصوا يعني بتبتدي، وربنا يعينها عليها وعلى اولادها. حلوه قوي ماشي، حلوه ماما عجبك. بس اهم حاجه هنقفل بقى عشان نظبط بقى ونقفش الجرنان ونقعد بقى ناكل. يلا ماما. طيب يا ستي.